كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لا أعتقد أنه تكريم لي كشخص، ولكن هو تكريم لتجربة لجيل معين. وكنظن أنا في حقيقة مشواري هو أمامي، ولسلت يعني لازال أمر التكريم شيء مبكر. وكنظن أني لم أسدي لحد الآن مسرح حقه وحتى أستحق هذا التكريم، ولكن يعني عرفانا من الأصدقاء، وأنا أشكرهم في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، ارتأوا أن يستدعوني إلى هذه الاحتفالية. أنا جد سعيد بها. وبكل صراحة إنجاز عظيم لطخوب تياتخال سوتوفوتشي، وهذه كنهديوها لمدينة فاس، أنه باش توج للمرة الثانية بالجائزة الكبرى في مهرجان طنجة المسرح الجامعي. واحد الإنجاز عظيم وواحد الفرح لا يتصور، وكنتمنوا أن كاع الفرق الوطنية ما تفقدش الأمل وتجتهد، حيتاش ممكن أن عندنا طاقات وطنية اللي كاينة، وممكن أننا نجاريو الأجنبية. المسرح التصاعدي عروض جميلة، عروض طلابية فيها احتكاك مع محترفين، ولكن اللي لاحظت أنه هناك عروض طلابية خارجة من الجامعة. هنالك بعض الاجتهاد في البحث المسرحي وكذلك البحث التقني، ما كانش سهل علينا أننا باش نديروا واحد الموازنة. بالنسبة لنا كل هاد الشباب والعروض اللي تقدمت كلهم قدموا عروض طيبة. احنا اللي نومين اللي عملناهم بالنسبة لنا هادوك هما لي غران بري، يعني كاملين كانوا مجهدين تبارك الله، وكاملين كانوا في المستوى. غير هو انا مشيت مع الاستمتاع ديال الجمهور، مشيت مع الرؤية، مشيت مع شوية الأعضاء ديال اللجنة شافوا أن الفرقة ديال فاس كانت عندها في التيمة ديال المهرجان، هي علاش تخادت يعني. أما هما ثلاثة بهم كانوا روعة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.